السلام عليكم، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص أعزائنا المشاهدين. في الآونة الأخيرة شهدت الساحة التشادية تحولات ملحوظة على الصعيد السياسي والدبلوماسي وعلى صعيد العلاقات والتحالفات التي تسير في ضوئها. فهذا البلد الغني كان قد عرف لعقود طويلة الاستعمار الفرنسي دون منافسة تذكر منذ عهد الاستعمار المباشر وصولا إلى عهد الاستعمار الاقتصادي والتحكم بمقدرات هذا البلد دون وجه حق. لكن كيف تبدو اليوم أو كيف يبدو المشهد السياسي في تشاد؟ وما أبرز ملامحه المستقبلية؟ هذا ما نناقشه مع السيد محمد أبو بكر موسى رئيس تنسيقية المعارضة التشادية، معنا مباشرة عبر سكايب. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. حياكم الله. أستاذ محمد، اسمح لي في البداية أسأل عن طبيعة النظام السياسي القائم الآن في تشاد. طبعا إن صح التعبير لا يوجد نظام سياسي في تشاد، بل إنما توجد عصابة متسلطة تهيمن على مقدرات هذا البلد بالتعامل مع جهات أجنبية ورهنت موارد هذه البلاد، والعمل على إقامة نظام الفرد وحكم المحسوبية والفساد والرشوة والمحسوبية والرشوة مقابل بقاء هذه العصابة ورهن موارد هذه البلاد لجهات خارجية. نعم، وما هو النظام القائم الآن الذي يحكم البلاد؟ هو نظام انقلابي ديكتاتوري بحت، أتى بقوة السلاح، استولى، انقلب على الدستور وخالف القانون واستولى على البحر، استولى على البلاد. نعم. متى كان ذلك؟ كان ذلك في من عام 2020 في 21 من ابريل من العام 2020. نعم. طيب انتم الان كمعارضه تحت عنوان تنسيقيه المعارضه التشاديه، هذا يعني ان هناك اكثر من حركه تنضوي تحت هذا المسمى الكبير، مسمى التنسيقيه. حدثنا لو سمحت أكثر عن ماهية هذه التنسيقية، من تلك الحركات، عددها، إمكانياتها التي تنضوي تحت هذا الاسم؟ نعم، طبعا بتنسيقية المعارضة القيادية أهداف عدة ولها رؤى ولها رؤية مستقبلية للواقع التشادي بصورة أفضل مما هي عليه. وتنسيقية المعارضة القيادية داخل أوساط المجتمع هي غنية عن التعريف، أما على المستوى الإقليمي والخارجي فتنسيقية المعارضة التشادية هي جسم سياسي يسعى لتغيير النظام في تشاد، ومن دواعي تأسيسها وحدة المعارضة، وهذا ما عملنا عليه. وحتى اللحظة تنطوي 7 حركات تحت لواء تنسيقية المعارضة التشادية، من ضمنها حركة الاتحاد الوطني للتغيير، حركة المقاومة الوطنية، حركة الشباب وغيرها من الحركات. فيما يتعلق بأهداف تنسيقية المعارضة التشادية، لدينا 4 أهداف تتجزأ في 4 محاور. لدينا هدفين معلنة واثنين منها غير معلنة. الهدفين المعلنة هي تنقسم إلى قسمين، أهداف ما قبل التغيير وما بعد التغيير. الأهداف ما قبل التغيير، أولا لدينا نحن نريد أن نوحد المعارضة التشادية في الداخل والخارج في مشروع ثوري وطني يمثل كل التشاديين بأطيافهم المختلفة وفئاتهم المتنوعة. ثانيا نريد أن نبث التوعية اللازمة في أوساط المجتمع التشادي، ونريد الشعب أن يكون مستوى أو مدرك لما نقوم به لكي يحافظ على مكتسباته. ثالثا نريد المرحلة الثالثة من أهدافنا الأولى ما قبل التغيير هي أن نسقط النظام. بعد ذلك ننتقل إلى أهدافنا ما بعد التغيير. نحن بعد أن نغير النظام ونسقطه ولدينا أهداف عدة نطمح أن نقيمها أو نطبقها في أرض الواقع. أولى أهدافنا نريد أن نغير شكل السلطات العليا في البلاد، وهي نمنح السلطة القضائية الصلاحية العليا في البلاد، والسلطة تليها السلطة التشريعية، وعكس النظام من نظام رئاسي إلى نظام برلماني للحد من سلطة الفرد. نعم، إضافة لذلك لدينا نريد أن نطلق حملات توعية واسعة جدا داخل أوساط المجتمع التشادي. نريد أن نطلق حملات تحارب العنصرية والجهوية والتفكك الذي زرعه هذا النظام الفاسد، ونريد نطلق النسيج الاجتماعي.
أي بمعنى حملنا شعارات ثلاثة، وهي قلنا فيها نحن لسنا ضد الجهة ولكن ضد الجهوية، ولسنا ضد القبيلة لكن ضد القبلية، ولسنا ضد العنصر لكن ضد العنصرية. ومن ضمن أهدافنا أيضا نريد أن نحارب البطالة وندعم مشاريع الشباب وتطلعاتهم، إضافة لذلك نريد أن ندعم المنظمات المحلية البسيطة وندعم ابتكاراتها بحيث تنمو. كلما رفضنا فرصة دعم الإمكانيات المحلية بذلك نكون رفضنا فرصة التعلم. إضافة لذلك نريد أن نعيد تشاهد إعداد صحيح بحيث تعد ذاتها لتتمكن من اتخاذ القرارات الدولية بناء على مصالحها التي تعمل من أجلها. إضافة لذلك نريد أن نهيكل كل المؤسسات منها الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية وغيرها من المؤسسات. نعم. نريد أن تعمل هذه المؤسسات بناء على الكفاءة والمؤهل والخبرة. نعم. تكلمتم في البداية أستاذ محمد أن هذه التنسيقية ينضوي تحتها العديد من الحركات، وقمتم بتعداد بعض هذه الحركات، وتحدثت في بند خاص يتعلق بالشباب، وهذا يعني أن هناك اهتمام خاص بالشباب. وقد سمعنا أو اطلعنا من خلال الإعداد لهذه الحلقة أن هذه التنسيقية تتكون في نسبة كبيرة منها من الشباب التشادي على وجه الخصوص. نعم، بكل تأكيد نحن 80% تنسيقية المعارضة التشادية تتكون من الشباب، و 20% تتكون من الجيل السابق، ونحن نريد أن نمزج خبرات الذين سبقونا في النضال مع خبرات الشباب. الشباب هم يعني جوهر المستقبل، هم الطريق المنير لمستقبل تشاد. لذلك نحن نربط طموحاتهم وتطلعاتهم بنسبة قليلة جدا من الجيل السابق، والشباب هم يعني هم الآن خير أو هم الأغلبية الذين يطالبون بدولة العدالة والمساواة والدولة المستقلة في سياساتها وفي قراراتها، والدولة تحترم شعبها وتحترم حقوقها، هم أغلبية من الشباب. لذلك تلقائيا تجد تنسيقية المعارضة التشادية حسب مشروعها وطرحها ينطوي حولها العديد من أبناء هذا الشعب. نعم. ما جوهر الخلاف بين تنسيقية المعارضة التشادية وبين النظام الانقلابي كما وصفته القائم حاليا في تشاد؟ نعم، جوهر الخلاف في نحن نريد أن نقيم دولة لا تفرق بين المواطن على أساس العرق أو الإثنى أو الدين، لكن هذا النظام هو نظام إثني ونظام عرقي ونظام يرفض التعدد ويرفض الرأي الآخر، ونظام يريد أن يقيم إمبراطورية أحادية، وهذا نحن ما نرفضه، وهذا يعني جوهر الخلاف إن صح التعبير. ماذا تقصد بنظام عرقي؟ طبعا بطبيعة الحال إذا نظرنا إلى الواقع الذي تعيشه التشاد، هذا النظام يعني قبلي، تجد المؤسسات كلها مبنية على القبلية والجهوية وبلغتنا المحلية إن صح التعبير، فقريب قريبك يعني نظام ليس مبني على الكفاءة ولا على المؤهل ولا على أي شيء، بل إنما هو نظام قبلي وعنصري وجهوي ويمارس هذا منذ طويل على الشعب التشادي، وفكك النسيج الاجتماعي بصورة كاملة. ونحن ما نعكسه أو ما نرفضه هو أن تشاد لا تحكم من قبل قبيلة، بل إنما أن تحكم من قبل شخصيات أو من قبل نظام مفوض من الشعب ونظام قومي يمثل كل التشاديين بانتماءاتهم العرقية والدينية المختلفة تمثيل عادل. نعم. ما رؤية تنسيقية المعارضة التشادية للسلام في البلاد؟ نعم، نحن بكل تأكيد بعد تداول البعض أننا دعاة للحرب، وهذا غير صحيح. نحن ندعو للسلام وندعو للعدالة وندعو للمساواة وندعو للحقوق المتساوية بين أبناء هذا الشعب، ورؤيتنا للسلام نريد سلام شامل يناقض جذور الأزمة التشادية. يعني تشاد لم تنعم بسلام منذ عهد الاستعمار المباشر والغير مباشر، لم تنعم بسلام، فهي حروب متجددة وسلسلة من الحروب. نحن نريد أن نطوي هذه الصفحة بكل تأكيد، الصفحة المؤلمة يتقاتل فيها أبناء الشعب، لكن لا يمكن أن نحقق هذا إلا بسلام حقيقي
ورؤيتنا للسلام أن نناقش جذور الأزمة، ما السبب الذي أدى لتكوين هذه الحركات، وما السبب الذي جعل الشباب يحملون السلاح ويقاتلون ضد هذا النظام. إن لم نطلع لهذه النقطة بكل تأكيد لا يمكننا أن نحدث أي تغيير أو نحدث أي معادلة إيجابية. لذلك نحن رؤيتنا للسلام معالجة الأسباب التي أدت لاندلاع هذه الحروب وأدت إلى تفكيك المجتمع التشادي وجعلته يفكر فقط في الحرب ولم يفكر في السلام. نحن نفكر في السلام ولدينا رؤية تجاه السلام، وكما أسلفت لك نحن نرتب لإقامة السلام حقيقي ومناقشة قضايانا بصورة شفافة وعادلة ونجد حل سلمي إن وجد. هذه رؤيتنا للسلام صح تعبير. إن لم يوجد، ما لم يتحقق السلام الذي تتطلعون إليه، ما خياراتكم إلى ذلك؟ خياراتنا بكل تأكيد نواصل الكفاح الثوري كما بدأناه. نحن دفعنا ضريبة غالية جدا في هذا النضال، فقدنا أعز ما لدينا وفقدنا أعز الناس، وواجهتنا اغتيالات وتشرد وواجهتنا تحديات عدة وقطعنا شوط هام جدا، فلا مجال للتراجع أبدا. خياراتنا هي مواصلة الكفاح وإسقاط النظام إلى حين نقيم نظام يلبي تطلعات شعبنا. سابقا كنتم تشترطون مشاركتكم بالحوار لإحلال السلام بجلاء القوات الفرنسية من البلاد، هل لا يزال هذا الشرط قائما؟ نعم بكل تأكيد هذا الشرط قائم. قائم. هذا يدفعنا، يأخذنا للحديث عن الوجود الفرنسي في البلاد. بعض الدول الإفريقية كدولة مالي على سبيل المثال قاتلت من أجل إخراج وإجلاء الفرنسيين بالمعنى الحسي الملموس وكذلك بالبعد الاقتصادي والأبعاد الأخرى، أخرجتها من البلاد وكان هذا شرطا لإحلال السلام في البلاد ووجود ديمقراطية حقيقية. ومن المعيقات أو المعوقات لإحلال ديمقراطية حقيقية هي الاستعمار بكل أشكاله. هذا يدفعنا للسؤال عن طبيعة الوضع وعن وجود الفرنسيين في البلاد وتأثيرهم السلبي. نعم بطبيعة الحال دعني أطلعك على النشاط الكامل الذي تقوم به فرنسا في البلاد. فرنسا عندما جاءت كدولة غازية ومحتلة دمرت بلادنا وقتلت شعبنا وسرقت مواردنا، هي طبعا دولة خبيثة جدا ودولة لديها لعيب تأتي بها بشكل أو بآخر. عندما جاءت الثورات التحررية في الستينيات من القرن الماضي نحن لم نتحرر، ويعود لأسباب عدة منها فرنسا طبعا الذين يقودون النضال والتحرر هم الذين العلماء وعلماء الدين وشيوخ القبائل ونيرة المجتمع هم الذين يقودون هذا النضال التحرري. بطبيعة الحال فرنسا قامت بقتل أكثر من 400 عالم في مجزرة واحدة ولا هي مجزرة الكوبكوب، وقامت بعديد من المجازر وبعض المجازر حتى اللحظة هي مجهولة الهوية. عند ذلك لم يحالفنا الحظ أن ننال استغلالنا الكامل أو حريتنا الكاملة، إلى أن جاء نص قانون الأمم المتحدة أن لا يحق لدولة أن تستعمر أخرى. بذلك فرنسا أجادت الدور جيدا وقامت بتغيير اللعبة، قامت طرحت على السلطات أنذاك برئاسة أنغرتا تمبلباي اللي هو أول رئيس لتشاد بعد الاستعمار، قالت له نحن نعطيك الاستغلال مقابل أن تحترف لنا بأحدى عشرة بند. وضعنا أطلعك على بعض هذه جزء من هذه البنود. جزء من هذه البنود، أول بند في هذه الاتفاقية أن عائد العملة الصعبة أو من الاقتصاد التشادي بشكل عام مقره يكون في باريس. هذا أول البنود، يعني من المنطق أن نحن كل ما نبنيه يعود لباريس مقابل أن تسلمنا عملة الفرنك سيفات وهي بحد ذاتها لا تعترف بها. ثانيا الأولوية لفرنسا في أي معدن أو مورد تم اكتشافه في تشاد، يعني موارد فرنسا موارد تشاد رهينة بيد المؤسسات الفرنسية. والذي اختلف في المعادلة أن في عهد الاستعمار المباشر فرنسا بنفسها تقوم بما تطلبه الآن، أما العهد أنغرتا تمبلباي فهم التشاديين نفسهم يسلمون ثرواتهم وكل ما لديهم للفرنسيين بدلا من هم أن يأخذوه بنفسهم. عن أي ثالث بند من هذه الاتفاقية، ثالث بند من فضلك، ثالث بند من هذه الاتفاقية
أن لا يحق للحكومة التشادية أن تتخذ أي قرار ضد المصالح الفرنسية، بمعنى ذلك أن مصالح الفرنسيين في تشاد أهم من المصالح التشاديين في تشاد. هذا البند الرابع وخامسا لا يحق التعاون عسكريا إلا مع فرنسا، بمعنى أصح إن لا يحق لنا أن نستورد سلاح من أي دولة أو طائرة أو أجهزة أمنية أو غيرها إلا فقط مع فرنسا. إضافة لذلك الأولوية للشركات الفرنسية والمؤسسات الفرنسية في البلاد، بمعنى إن وجدنا هناك شركات عدة تتعامل بأسعار أقل مما تقدمه الشركات الفرنسية وبجودة أفضل، لكن نحن مرهونون بيد مرهونون بالتعامل مع فرنسا. إذا هذه قيود، ذكرت لك خمسة أو ستة منها، هذه قيود مكبلة للشعب التشادي. إن لم نكسر هذه القيود لن نصل إلى أي حرية أبدا، ولن نصل إلى أي استغلال في قرارنا. ونحن حاولنا خاطبنا فرنسا أن ما تقوم به مهدد كبير للأمن ويجب أن تراجع ما تقوم به، فهي نحن خاطبناها عبر منافسها الدبلوماسية لكن لم تستجيب لنا، وهي تتجاهل ما نحن نقوم به. لذلك نحن الآن ندرس خيارات أخرى. الخيارات الأخرى هل من ضمنها أن تحارب فرنسا بوجودها الاقتصادي بالمعنى أو وجودها المعنوي في تشاد؟ هل لديكم أفكار حول ذلك؟ نعم، نحن نحارب فرنسا وليس اليوم أو أمس، أو نحن من أنشأنا تنسيقية المعارضة التشادية في المنتدى التأسيسي، من ضمن رؤانا أنه لابد من، إذا أردنا حلا كامل للقضية التشادية فلا بد من إخراج فرنسا من المشهد التشادي والكف عن تدخلاتها، والقضية التشادية تبقى للتشاديين نفسهم، هم يديرون نفسهم كما يريدون. نحن بكل تأكيد في المظاهرات الشعبية الرافضة لفرنسا، في كل برامجنا السياسية نرفض تدخل فرنسا، ومن ضمن خياراتنا في المستقبل التي ندرسها هي فرنسا أقامت حاربتنا في عام 2019 وطائراتها ضربتنا ومسيراتها ضربتنا، وهي تنقل كل معلوماتنا التي تسلمها للنظام. في المستقبل القريب نحن لدينا تحركات على الصعيد الميداني، فإن تدخلت فرنسا فذلك يدفعنا لاتخاذ إجراءات أخرى. نعم تمام. كنت تتحدث عن أطماع فرنسا الاقتصادية في تشاد، عن أي ثروات تحتويها البلاد نتحدث أستاذ محمد؟ نعم، تشاد طبعا دولة غنية، لديها موارد معدنية وثروة حيوانية هائلة، ولديها ثروة نفطية وأرض زراعية خصبة، أيادي عاملة رخيصة. فتشاد ما تمتاز به لا يوجد في عديد من البلدان الأفريقية، فتشاد دولة غنية، ما تملكه من موارد مؤهل أن يجعلها في قمة أفريقيا، في قمة دول أفريقيا. نعم. أستاذ محمد أبو بكر موسى، رئيس تنسيقية المعارضة التشادية، نواصل حديثنا بحول الله بعد فاصل قصير، راجينا أن تتفضلوا بالبقاء معنا أعزائنا المشاهدين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ محمد أبو بكر موسى، رئيس تنسيقية المعارضة التشادية، عبر سكايب. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بك. ما تفضلت به هو ليس فقط ما تعانيه تشاد كدولة طامحة للحرية والديمقراطية، وهناك أجيال جديدة، أجيال ما بعد الاستعمار المباشر وما بعد الاستعمار غير المباشر، خرجت هذه الأجيال وعاشت حقبة ما يسمى بالربيع العربي التي عاشها العالم العربي بشكل عام، وأحدثت تغيرات ما في العالم العربي، بعضها نجح بعضها لم ينجح، حصلت انتكاسات ما، لكن هذا بث الأمل في نفوس الشباب في صناعة دولة مستقلة ديمقراطية كما تفضلتم قبل قليل، وهذا الحال ينطبق على باقي الدول الأفريقية التي تتطلع مثلكم لهذا، وضربنا مثالا لدولة مالي على سبيل المثال. هل ثمة سبيل ما لتحقيق هذه الأفكار التي يحملها الشباب الآن، ويحملون في المقابل أسلحة يستطيعون من خلالها الدفاع عن أفكارهم كما هو واضح معكم وكما طالعنا
أثناء الإعداد، هناك معارك خضتموها في عام 2019، هناك ما بعده ما قبله، ولديكم استعداد لخوض معارك أيضا من أجل هذه الأهداف أو الأفكار؟ نعم طبعا، الشباب التشادي والشباب الأفريقي بشكل عام هو طامح للديمقراطية، بحيث نحن للشباب لا توجد أقل، أو في للشعب عامة لا توجد أقل مقومات الحياة. للشعب مفترض من أقل مقومات الحياة مفترض أن توفره الدولة هو مياه وكهرباء وطرق وأمن وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات. هذه الميزات البسيطة وليس حلم من صاحب تعبير فكار، هي مفترض أن توفرها الحكومة كشيء أساسي، جزء من حياة الوطن. لكن الشباب التشادي يفقد كل هذه المقومات، قام على جهل يتعلم هو في الخارج، ويدفعون الأبناء إلى القراءة في الخارج والدراسة في الخارج، ولا توجد جدوى أصلا من التعليم أو المنهج الذي وضعه الفرنسيين. لذلك شبابنا خرج من تلقاء نفسه وتشرد من هذه البلد، وهو يعد نفسه جيدا ويحاول أن يوعي الذين لا يعلمون، بشكل أن يجب أن يعرفوا الذي يدور في الراهن السياسي التشادي والراهن الأفريقي. وأصبح هناك تكاتف بسيط أو تكاتف بشيء ما من أبناء هذه القارة بشكل عام اتجاه تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة، وأن نحافظ على ثرواتنا من كيد الكائدين. نعم، هل يمكن أن يقود ذلك إلى تشكيل كيان أفريقي موحد في هذه الدول؟ هل هناك شيء من هذا القبيل الآن؟ طبعا الدول الأفريقية من تلقاء نفسها تتضامن مع بعضها البعض. عندما تحررت مالي من القيود أو كسرت قيود الاستعمار الفرنسي، لدينا هناك الشعوب الأفريقية كلها تضامنت معها ورفعت الراية معها وقالت النصر لمالي. وعندما تحررت بوركينا فاسو، فأيضا الشعوب الأفريقية تضامنت معها وقالت الحرية والحرية لبوركينا فاسو وعاش الأرض الأحرار. إذن تلقائيا تجد أي دولة أقدمت على خطوات التحرر من أو كسر هذه القيود ستجد دعم أفريقي لا محدود في سبيل حريتها. نعم، هل تفكرون أو هل هناك تفكير في أفريقيا بشكل عام، سواء من المستويات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وهي كثيرة أصبحت في الآونة الأخيرة، أو حتى من المستويات الرسمية لبعض الدول في غرب أفريقيا وفي يعني الأجزاء الأخرى منها، لكي يكون لديكم مستقبلا اتحاد أفريقي شبيه بالاتحاد الأوروبي؟ نعم، فنعم لدينا توجه في هذا الشأن، ونحن لابد من أن نتحد، وطبعا قوتنا تكمن في وحدتنا، لابد من أن نتوحد. لكن بطبيعة الحال المستعمر لا يريدنا أن نتوحد، لا يريدنا أن نتوحد حتى على مستوى الدولة، حتى على ناهيك عن مستوى قارة. فنحن نواجه تحديات عديدة في سبيل نيل قرارنا السياسي. فعندما ننال قرارنا السياسي وتتحرر بلداننا، فلا بد بكل تأكيد نحن نقيم علاقات ونقيم تحالفات وتشكيل كيان أفريقي حر يحافظ على حق أفريقيا ويحافظ على حق شعوبها ويعمل على نهضتها ويوازن القضايا ويواسيها مع بعضها البعض. نعم، على ذكركم للتحالفات سيد محمد أبو بكر، ما يزال هذا الجسم أو هذه التنسيقية، تنسيقية المعارضة الشادية، هي تنسيقية محلية بطبيعة الحال، ولم تأخذ صدى على ما يبدو كما فهمت إقليمي أو عالمي. وربما على ذكركم للتحالفات تفكرون مستقبلا بعقد تحالفات ما، سواء مع الصينيين، مع الصين، مع روسيا، مع تركيا التي أصبحت لاعبا مهما في أفريقيا في السنوات الأخيرة، هل تفكرون في ذلك؟ هل لديكم نية لمثل هذه التحالفات؟ نعم، نحن عندما أسسنا تنسيقية المعارضة التشادية أسسنا برنامجنا السياسي وترتيبنا، قلنا نحن نقيم سنناضل ونقلع هذا النظام بإمكانياتنا الشعبية والمحلية، نظرا لا نريد أن ننقل تشاد إلى ساحة الصراع. هذا ما أكدنا عليه وأجمعنا عليه في المنتدى التأسيسي لتنسيقية المعارضة التشادية، لكن الواقع غير ذلك. نحن بطبيعة الحال النظام كما تراه نحن يتحالف مع فرنسا ويتحالف مع دول أخرى، ذلك يدفعنا للتحالف أيضا أو البحث عن التحالف مع دول أخرى. لكن هذا التحالف ليس الآن،
بل إنما عندما ينتقل الصراع لمستوى آخر. الآن الصراع نحن نريد الشعب ويريد أن يحارب عصابة ويحرر البلاد منها، لكن إن فرنسا أجمعت أو تدخلت في شأننا مرة أخرى أو تدخلت، فبكل تأكيد لدينا وجهات عديدة وأبرزها تركيا وروسيا والصين، سنرسل وفود رسمية للتعامل معها وإقامة حلفاء لمواجهة النظام وفرنسا، بحيث نحن نستطيع أن نواجه النظام، وبحيث إن فرنسا تدخلت فيوجد من يقارعها. نعم. هل هذه الرسالة وصلت إلى النظام القائم الآن في تشاد؟ هل قرأ هذه الرسالة ويتعامل معكم بناء على فهمه لها، والأمور تتجه إلى حوار وفتح قنوات حوار معه ومن ثم إحلال السلام الذي تتحدث عنه سابقا، أم أنه لا يعني أم أنكم ترون العكس تماما في أدائه؟ نعم، بكل تأكيد نحن حسب المعطيات الواقعية نرى عكس ذلك تماما. النظام هو لا يفكر في مصلحة تشاد ولا يفكر في المصلحة العامة، بل إنما يفكر في مصالحه الضيقة، فهو لا يفهم أو بطبيعة الحال لا يفهم ما يقوم به أو يدرك ما يقوم به. نحن طرحنا له خيارات السلام وسعينا وراء السلام، ولا بد من أن نقيم سلام عادل فيما بيننا كتشاديين، ولا بد من أن نزيل الخلافات لكي البلد لا تدخل، لكن لكي لا ندخل البلاد في نفق مظلم. طرحنا له كل ذلك، لكن هو يستبعد ما نقوله دائما ولا يأخذه بعين الاعتبار. بطبيعة الحال هو لديه ينظر إلى أن فرنسا حامية هذا النظام، ولا يهمه أي ملفات أو ترتيبات أخرى قد تتم تدريجيا وتتطور إلى ملف آخر وتصبح ملف كبير، وفرنسا يوجد من يواجهها وهو نحن نقارعه. هو لا يحسب هذه الحسابات، هو يحسب كيف يحافظ على سلطته، كيف يبني إمبراطوريته، كيف ينشر المحسوبية ويفكك المجتمع حسب ما تمليه عليه فرنسا، ولكن ذلك سيجعله لا يجد مفرا إلا مواجهة الشعب ومواجهة الثوار الحقيقيين وإقلاعه بكل تأكيد من مكانته. ربما لم يشعر النظام الحالي في تشاد حتى الآن بمدى قوة هذه التنسيقية وأهميتها في المجتمع التشادي، وبالتالي هو يتحرك وفق ذلك. يعني هل تتوقعون هذا الأمر؟ نعم، هو النظام يعرف التنسيقية المعارضة التشادية جيدا، وخاض معها معارك عديدة منذ عام 2019، ويعرف تحركاتها الشعبية ووزنها الشعبي ومكانتها بين أوساط المجتمع، ولدينا حتى اللحظة أسرى بين أيض النظام. هو يعرف تنسيقية المعارضة التشادية جيدا، لكن المسألة ما تريده تنسيقية المعارضة التشادية يتخالف تماما مع أهداف هذه العصابة. نعم، ماذا يريد؟ ماذا تريد التنسيقية؟ تنسيقية المعارضة التشادية تريد أن تقيم دولة مبنية على أساس الحقوق والواجبات والمساواة بين أبناء الشعب، وهو يريد أن يقيم سلطة الفرد وإمبراطورية كما بناها أبيه، كما عاش أبيه 30 حكما دون منازع، ومن أراده فليتفضل بالسلاح. هو يريد أن يبني تلك الإمبراطورية، لكن نحن نرفض ذلك وندعو إلى ما هو عكس ذلك. نعم. نعم. طيب، في زاوية أخرى تتعلق بالوضع العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، هل تعتقد بأنها أثرت على الوجود الفرنسي في تشاد أولا ثم في عموم أفريقيا ثانيا، وكيف كان هذا التأثير، بالسلب أم بالإيجاب؟ طبعا هي ليست الحرب الأوكرانية وحدها فقط، بل إنما نحن نشعر بالتوجه نحو نظام متعدد الأقطاب. روسيا نمت وأصبحت قوة اقتصادية وقوة عسكرية وسياسية أمنية ضاربة، الصين كذلك، تركيا كذلك، وبعض الدول نمت. إذا هذا النمو نحو نظام متعدد الأقطاب غير السياسة الفرنسية بشكل كامل، وهي وحد من وجود فرنسا في أفريقيا. كما تعلم هي فرنسا نفوذها بات يقل تدريجيا يوما بعد يوم، ونفوذ تلك الدول يزداد. نرى النفوذ الروسي يزداد، النفوذ الصيني يزداد، النفوذ التركي يزداد، بينما النفوذ الفرنسي يقل بين يوم وآخر. نعم. وبناء عليه أنتم تتوقعون أن تتأثر فرنسا بهذه الحرب الدائرة والتي قد يطول أمدها؟
نعم، فرنسا تتأثر بكل تأكيد من قدوم روسيا، وإن طال أمدها وإن قل، فروسيا اليوم هي فرضت نفسها في أفريقيا، وأفريقيا ترحب بروسيا والتعاون معها والترتيب معها لطرد الفرنسيين، ليس حبا في الروس بل إنما كرها للفرنسيين، فأي حليف قدم لأفريقيا فسيجد ترحيب واسع جدا على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي. نعم. ألا تخشون الوقوع في خطأ أو خطيئة، ليس أنتم بشكل عام يعني، سواء في التنسيقية أو في غيرها، التخلص من الفرنسيين لكن إحضار يعني عدو جديد إنجاز التعبير، مثل ما تفعل كثير من الدول العربية الآن، تفكر بالتحالف مع روسيا كما كان حاصلا قبل عقود، وتفكر بإدخال عنصر جديد في المنطقة يفرض نفسه اقتصاديا وربما في المستقبل سياسيا، وهو الصين، للقول بأننا نريد أن نتخلص من الهيمنة الأمريكية والاحتلال الأمريكي للمنطقة العربية والسيطرة، وبالتالي نتخلص من عدو فنحضر بإرادتنا كشعوب عربية وإسلامية وأفريقية، نحضر عدوا آخر إلى أحضاننا وإلى بلادنا وعواصمنا. بكل تأكيد نحن نضع هذا الاعتبار جيدا، أن لا يمكن أن نحرر بلادنا ونأتي بمستعمر جديد، نحن ممكن أن نتحالف مع دول، ولا بد من أن نتجه لوجهات موثوقة ومضمونة وليس لديها مطامح في مواردنا أو للتدخل في شؤوننا الداخلية. لا يمكن أن أنادي بالتحرر وفي نفس الوقت آتي بغاز أو مستعمر آخر، نحن ندعو للتحرر لكي بلادنا تنعم بالتحرر الكامل ومواردها تكون لها ولشعبها، وأبنائها يدرون سياستها وفق ما تمليه عليهم مصالحهم الوطنية. وبذلك نحن أي دولة نضع اعتبار كبير لهذا التحالف أو التعاون مع أي دولة، واعتبارنا أو ترتيبنا معه يجب أن نتفق على شيء معين إن انتقلنا للمرحلة أو للمستوى الثاني من الصراع وهو تدخل الحلفاء، يجب أن نتفق على وثيقة سنضمن للدولة التي دعمتنا مصالحها التي هي كالمعتادة كالشركات في التنقيب وكالإنشاءات وكذا وكذا، لكن نلزمهم طبعا بكل تأكيد لا يتدخلون في شأننا الداخلي ولا يتدخلون في الصراع الداخلي التشادي ولا يهيمنون على ثروات البلاد ولا شأن لهم بما يجري في تشاد، فقط عليهم ما اتفقنا عليه، ونتفق على وثيقة عادلة ترضي الشعب التشادي وتكون وثيقة معلنة وليس كما فعلت فرنسا وحلفائها. نعم. طيب ننتقل إلى محور آخر أستاذ محمد أبو بكر موسى، يتعلق بالتطبيع بين الكيان الصهيوني والنظام التشادي الحالي. هناك اختراق صهيوني لأفريقيا منذ وقت طويل، محاولة اختراق وتحقيق بعض الوجود والمصالح في أفريقيا في مكان أو في آخر، وفي الآونة الأخيرة تطورت الأمور إلى المستوى الدبلوماسي والسياسي، وليس فقط محاولة استغلال الساحة الأفريقية من الناحية الأمنية ومن خيراتها وثرواتها، إنما يبحث نتنياهو والحكومة الإسرائيلية عن نوع من التطبيع لتحسين صورته، وللقول بأن العالم العربي والإسلامي كأنظمة وأفريقيا معي ونحن أصدقاء وما إلى ذلك، رغم أنه الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية كلها ترفض هذا الأمر. لكن هذا الموضوع بالنسبة لكم في تشاد أو في تنسيقية المعارضة ماذا يعني؟ بطبيعة الحال من المفترض أن تقيم علاقات مع إسرائيل ليس بهذه الكيفية. إسرائيل أولا دولة لديها صراع مع دول عديدة في المنطقة، وهي تغزو بلاد فلسطين الحبيبة، ولكن هذه العلاقة أقيمت من حكومة غير ممثلة للشعب التشادي. من المفترض إن جاءت حكومة منتخبة وتمثل الشعب التشادي وتمثل مصالح تشاد وأقامت علاقات مع إسرائيل في نفس الوقت مع الحفاظ على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، عند ذلك لا نمانع، لكن إسرائيل دائما تلجأ إلى الأنظمة القمعية والقاتلة التي هي مثيلة لها، لذلك هي تتحالف مع هذه الأنظمة.
نحن ننظر لهذا الملف ببالغ الأهمية، وملف خطير جدا وخطوة غير موفقة من هذه العصابة، وهي لا تدرك عواقب ما تقوم به. نعم، لكن أيضا في كلامك، في ثنايا كلامك يحتاج إلى توضيح أستاذ محمد، فيما يتعلق ب فيما لو كانت هناك حكومة منتخبة في تشاد وحكومة معبرة عن إرادة الشعب، وكان هناك تطبيع مع دولة الاحتلال، هذا يعني أنكم تقبلون مبدئيا في يعني وجود تطبيع بين الحكومة وبين الحكومة التشادية والاحتلال الإسرائيلي، لكن الشرط أن تكون حكومة منتخبة، أليس هذا أمرا خطيرا؟ ليس حكومة منتخبة فحسب، بل إنما حكومة منتخبة وتحافظ على حق الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المحررة. نعم نعم، ولكن هذه الدولة لابد أن تقام على كامل التراب الفلسطيني بعد يعني طرد الاحتلال. على أي حال، فاصل قصير نواصل بعده أستاذ محمد أبو بكر، نواصل بعده حديثنا أعزائنا المشاهدين، فاصل ونواصل بعده هذا اللقاء الخاص، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع السيد محمد أبو بكر موسى، رئيس تنسيقية المعارضة التشادية. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بك. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر التطبيع بين الكيان الصهيوني وتشاد على أمن المنطقة؟ طبعا هو كما أشرنا يحاول أن يتوغل أكثر فأكثر في أفريقيا. نعم، هذا السؤال تحديدا أستاذي يجوب عليه الواقع الذي تعيشه الدول العربية. ماذا بعض الدول العربية، ماذا جنت هذه الدول من الصراع ما بين إسرائيل وأعدائها في المنطقة؟ إذا نظرنا لحال العراق واليمن ولبنان وسوريا، ستجد ما هو خلف الطاولة هو الصراع بين إسرائيل وأعدائها. لذلك نحن بغنى عن هذه الصراعات، وإن كانت هناك جهة مسؤولة تمثل البلاد لم تقم بهذه الخطوة وسترفض هذه الخطوة، ولديه معكوس أمني خطير على أمن المنطقة. وبكل تأكيد هذا نحن ما نرفضه ونقول ما قامت به حكومة ليس مسؤولة ولا تمثل كل الشعب. نعم، يعني تقصد أن ما تقوم به إسرائيل في المنطقة العربية والإسلامية ينبغي أن يكون دافعا لعدم وجود علاقة معها وتطبيع معها، وليس في أن هذه الدول التي دخلت في صراع مع إسرائيل وصلت إلى هذه الأحوال التي تعيشها، هكذا نفهم؟ نعم بكل تأكيد. نعم، طيب خطورة وجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الأفريقية بشكل عام، ووجود منظمات شعبية وحركات وأحزاب وطنية وإسلامية في أفريقيا، كيف يمكن أن يكون مؤثرا في إعاقة هذا التغلغل الإسرائيلي الحالي؟ نعم بكل تأكيد، أفريقيا أو تشاد في وجه الخصوص أن 80% منها أو 90% منها مسلمون، فهم مسلمون يتضامنون مع القضية الفلسطينية ويتضامنون أو هم مع مبادئ القضية الفلسطينية ويرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونسبة لإجرامه الذي يقوم به ينفذه في حق الفلسطينيين هو يدعم جهات في أفريقيا أو في تشاد بشكل عام لتنفذ أجندته، وأجندته هي تفكيك الدول وإشغال الشعوب فيما بعضها وإشغالها بحروب الأهلية وشيء ما في هذا القبيل. لذلك نحن عندما تجد النظام يقيم علاقة فيأتيه رد مباشرة من الشعب أن الشعب كافة يرفض هذه المعاملة ويرفض هذه إقامة هذه العلاقة مع إسرائيل. نعم، هل لفرنسا دور في صناعة وتوثيق هذا التطبيع بين تشاد وبين الكيان الصهيوني؟ نعم، بطبيعة الحال فرنسا هي التي ترسم السياسة الخارجية لتشاد. من المفترض أن تشاد تقوم برسم سياسات الخارجية بناء على مصالحها الوطنية، لكن للأسف فرنسا تقوم برسم السياسات الخارجية والداخلية لتشاد بناء على مصالح باريس وليس مصالح الجميع. نعم، السؤال الأخير فيما يتعلق بمحور التطبيع، هل يؤثر تطبيع العلاقات الإسرائيلية التشادية في إشعال نافذة حرب جديدة هناك؟
طبعا بطبيعه الحال نوافذ الحرب هي مفتوحه جاهزه، كانت هي منطقه مشتعله من الداخل ومن الشمال ومن الجنوب ومن كل الاتجاهات، هي منطقه مشتعله. لكن اشتعال هذه الحرب يمكن ان يتمدد ويتوسع اكثر مما هو عليه، ويزيد خطوره الوضع في تشاد، وينقله من صراع سياسي لتدخل فيه صراعات ايديولوجيه ودينيه وغيرها من المسائل. نعم. أستاذ محمد، نعود إلى موضوع التنسيقية ومدى حضور هذه التنسيقية لدى الجمهور التشادي والشعب والمجتمع التشادي. أنت قلت بأنه مجتمع جهوي قبلي، وبالتالي ليس من السهل أن يكون هناك منظومة سياسية أو حزب سياسي أو تنسيقية سياسية بالمعنى، وإذا كانت هذه التنسيقية أو هذه الأحزاب موجودة فستأخذ أيضا هذا البعد القبلي الموجود لديكم. أنتم كيف تقيمون هذه المسألة؟ وهل بالإمكان بالفعل أن يعني يتفهم التشاديون هذا الوعي السياسي الجديد فيما يتعلق بحركة سياسية فيها أحزاب وفيها مؤسسات مجتمع مدني ومنظومة متكاملة؟ نعم، طبعا بطبيعة الحال هو المجتمع التشادي مبني على القبلية أكثر من الوطنية، لكن نحن نحاول أن نستخدم القبيلة لهزيمة القبلية، ونستخدم العنصر لهزيمة العنصرية، ونستخدم الجهة لهزيمة الجهوية. نحن رتبنا نفسنا بشكل جيدا، وأعدينا نفسنا أن تشاد بإمكانها أن كلنا جميعنا أن نعيش فيها بسلام ووئام، وقوتنا في وحدتنا، ولا بد من أن نتوحد، ولا بد أن ننبذ الخلافات فيما بيننا، لا بد من أن هذه قبيلتي قبيلتك ومكاني مكانك، وهذا لا بد من أن نأخذه بعيدا مما نطمح إليه. نحن نطمح أن نغير واقع تشاد، وواقع تشاد لن يتغير إلا أن نتوحد. لذلك من الضروري أن نتوحد بانتماءاتنا العرقية والإثنية والدينية، أن نتوحد في مشروع وطني واحد، وهذا المشروع بكل أركانه وثوابته تجده في تنسيقية المعارضة التشادية من بين كل الأحزاب. نعم، وهذا يتطلب انتشار الوعي السياسي في تشاد كبلد أفريقي مهم. هل تعتقد بأن هناك وعي سياسي كافي؟ ولا سيما أن المنطقة كما أشرنا في البداية مرت بحقبة من الحراك والثورات وما إلى ذلك. طبعا الوعي السياسي نحن الذين نصنعه، نحن الذين نريد التغيير، لابد من أن 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 نصنع وعي سياسي واسع داخل المجتمع التشادي وخارجه. اليوم إذا نظرنا لتنسيقية المعارضة التشادية، المراحل التي مرت بها أن تنشر الوعي، خلال عامين أنشأنا 27 مكتبا في 27 دولة، وكل مكتب الجالية التشادية تجتمع فيه ولديها وسائل تربطها مع بعضها البعض لنبذ العنصرية والخلافات وكذا والتفكك، ولا بد من أن نقيم وحدة وطنية ثورية بنفس هذه الكيفية داخل تشاد. في الأقاليم المنتشرة بأماكنها المختلفة أقمنا ندوات شبابية بصورة أو بأخرى، أقمنا ندوات تحس الشباب والشعب على التوعية والعيش بشكل وطني والمحافظة على الشكل القومي ونبذ العنصرية والخلافات فيما بيننا. لابد من أن نبني تشاد متحدة، ولن يكون ذلك إلا بوحدتنا، فلابد من أن نتوحد. أطلقنا هذه الحملات بصورة واسعة جدا، ووجدت استجابة واسع حتى على مستوى القرى التي لا توجد فيها كهرباء ولا نت ولا كذا. أطلقنا عليها حملات شعبية تقليدية وأدت مفعولها بكل تأكيد داخل دولة تشاد وليس فقط خارجها. نعم. نعم. طيب، البعض يتساءل أستاذ محمد أبو بكر حول هذه النقطة. نعم. التالية، أنتم كما تفضلت سبع حركات تنضوي تحت هذه التنسيقية، تنسيقية المعارضة التشادية، وهذه الحركات السبع لديها تشكيل عسكري على ما يبدو، وأيضا تشكيل سياسي، خاضت في 2019 حربا أو معركة مع النظام، وأصبح لكم أسرى عند النظام الحالي القائم. السؤال الذي يطرح نفسه هو يطرحه بعض المراقبين، لماذا استعجلتم أو ذهبتم باتجاه هذه الخطوات المتسارعة باتجاه حمل السلاح وخوض معارك مع النظام القائم، ولم تقوموا بالعمل السياسي الكافي كي تصلوا إلى نتيجة ما في المجتمع ويكون الحراك حراكا مجتمعيا ضاغطا
على الكيان الموجود أو النظام الموجود حاليا، وذهبتم باتجاه استخدام السلاح، أم أنكم تفكرون بالمزاوجة بين استخدام السلاح في هذه المعارك وبالضغط السياسي من خلال وجودكم في الشارع؟ نحن حملنا السلاح ليس في عهد العصابة الحالية، بل إنما نحن حملنا السلاح في عهد الدكتاتور إدريس ديبي. نحن عندما حملنا السلاح لم تكن هناك نافذة واحدة أن نعبر عن رأينا، أن نعبر عن طموحاتنا، أن نعبر عن ما نريده. لا توجد نافذة أن نقول شيء. هناك دولة بوليسية قاتلة، دولة دكتاتورية لم تترك لنا فرصة لمزاولة العمل السياسي المدني. نحن بطبيعة الحال نريد الديمقراطية، فلا يمكن أن نطالب بالديمقراطية في نفس الوقت أن نكون دعاة حرب أو حاملين للسلاح. طالبنا بالديمقراطية شرطا أن تكون ديمقراطية عادلة، ديمقراطية حقيقية. لم نجد أي نافذة أو فرصة لمزاولة العمل السياسي، لذلك اضطررنا لمغارعة النظام بما يملكه، إن كان هو يملك السلاح. لذلك نحن أيضا سعينا أن نحصل إلى السلاح ونحاربه بمثل ما يملك، ونحاربه بمثل ما يحاربنا، مثل ما يعتقل، مثل ما يعذب، ومثل ما ينتهك الحقوق. فلذلك نحن مجبورون على حمل السلاح وليس خيارا منا. نعم، لكن ذلك قد تكون آثاره وخيمة على الشعب والمجتمع التشادي، وقد لا يحقق النتيجة المرغوبة وهي إحلال السلام في البلاد، نظام ديمقراطي، نظام منتخب، نظام ممثل للشعب، فيه حريات وديمقراطية واقتصاد قوي وما إلى ذلك، وبلد مستقل. قد لا يتحقق هذا الهدف لأن النظام الحالي ومن ورائه فرنسا كما تفضلتم لن يكون سهلا عليه أن يسلم بهذه النتيجة، وهذا ربما يأخذ البلاد إلى حرب أهلية مثلا أو إلى مشكلات كبيرة جدا. نحن طموحنا كبير جدا، وطموحنا لابد من تغيير المعادلة. أن نحسب حسابات أن النظام لا يمكننا تغييره ولا نستطيع، لأننا فرنسا تتحالف معه. لذلك طول حياتنا سنظل عاجزين، وستظل مواردنا وإمكانياتنا وشبابنا رهينة في يد فرنسا. لابد من أن نقوم شيئا ما من التحدي، وهو التحدي أن نحمل السلاح في وجهه وحقق نتائج ملموسة كبيرة جدا على المستوى السياسي. هو يقوم بسياساته، يقوم بشيء ما بمناورات سياسية لإصلاح الطرق، بإصلاح الكهرباء أو بناء محطات كذا وكذا. فهو لولا ضغطنا ولولا ما قمنا به لما فعل شيء، لانحارت الدولة أكثر مما هي عليه الآن. لكن بخصوص أن تنذر حرب أهلية، نحن أيضا لدينا حسابات في هذا القبيل، والنظام بدأ يشعل الفتن بين القبائل التشادية بحيث يصنفهم هذوم من عرق كذا وهذوم من كذا. بدأ يصنفهم وبدأ ينشر أشياء عديدة تافهة وتريد أن تفكك المجتمع. لكن نحن نحسب حسابات جيدة ونحث المجتمع أن يتوحد، ونشجعه على الالتحاق بالثورة، ونشجعه أن لابد أن نقيم وأن نغير هذا النظام. السيد محمد أبو بكر موسى، رئيس تنسيقية المعارضة التشادية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. أما أنتم أعزائي المشاهدين فشكرا لكم على طيب المتابعة في هذا اللقاء الخاص. شكرا لفريق العمل على إنجاح هذه الحلقة من لقاء خاص مع السيد محمد أبو بكر موسى، رئيس تنسيقية المعارضة التشادية. نلقاكم في حلقة المقبلة بحول الله. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.